الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية الحلقة النهاردة أنا عايز أتكلم على الفلاح المصري. الفلاح المصري هو الإيد الشقيانة اللي بتشتغل يومياً، ما عندوش أجازات. هو المواطن اللي انتمائه وولائه كله لمصر وحبه للإنتاج وتأمين الأمن القومي الغذائي للمصريين بيكون من خلال الفلاح. الفلاح هو الوحيد من ضمن المهن المختلفة اللي ما ينفعش يريح، ما ينفعش يقول أصلا أنا هاخد أسبوع أجازة، النهاردة أنا لازم أنزل علشان أتابع أرضي، في ري، في تسميد، في محصول موجود هشوفه وهطمن عليه، لو في مشكلة هو مطالب أنه هو بيجري شمال ويمين عشان يحلها. الفلاح المصري هو اللي بيمتلك أكثر من 90% من الثروة الحيوانية ومسؤول عن تربية الثروة الحيوانية. بتتكلم على تربية ثروة حيوانية، معناها أنه هو مسؤول عن التغذية، مسؤول عن الرعاية، مسؤول عن توفير يعني أو التواصل مع الخدمات البيطرية. ده الفلاح المصري. في هذا التوقيت بيتم تطوير للقطاع الزراعي في منظومة جديدة لأول مرة نشوفها، ان انا احول القطاع الزراعي لارقام، ان انا يبقى عندي رؤيه واضحه لمتخذ القرار عن مساحات الاحوزه الزراعيه وعددها وملكها، وان يكون في رقم دقيق عن كل حيازه موجوده. بقالنا سنين بنتكلم على ان الحيازات الورقيه لم تعد تجدي، وان في مشاكل كتير منها صرف اسمده ممكن يكون فيها نوع من عدم الدقة، ممكن يكون في أصحاب حيازات مش قادرين يوصلوا لحقهم أو حتى أن هم يشتغلوا في أرضهم. النهاردة تدقيق الحيازات من أهم القرارات اللي اتخذتها الدولة وفعلا تم تنفيذها، الحيازة الإلكترونية. النهاردة الفلاح بقى ليه رقم موجود ومثبوت فيه كل بياناته، مساحة الأرض ومستحقاته، إذا كان هيورد قمح هيروح هيلاقي الفلوس بتاعته موجودة في حسابه، إذا كان هيتعامل أي معاملات بنكية ممكن عن طريق الحيازة الإلكترونية، هي النهاردة ضمانة. كتير جدا من المزارعين بيروح عشان ياخد قرض زي قرض البتلو أو قرض الزراعي، السلفة، يبتدي يجمع في أوراق، لا بعد كده أنت معاك الكارت الذكي، هو ده كل بياناتك، خطوة واحدة بس تقدر تنجز بيها كل احتياجاتك المصرفية. في التوقيت ده احنا عندنا جزئية مهمة جدا الدولة بتتناولها بشكل مختلف، وهي تطوير الري. ايه الهدف من تطوير الري وان احنا بنتكلم عنه دايما؟ كلنا عارفين ان حصتنا من مياه نهر النيل ثابته 55.5 مليار متر مكعب سنويا. كنا 29 مليون نسمة، وكان القطاع الزراعي مختلف، وكان في اكتفاء من معظم المحاصيل. النهاردة احنا بنتكلم على ان بقينا اكتر من 100 مليون نسمة، 110 مليون نسمة تقريبا. حصتنا من مياه نهر النيل حصة ثابتة. فيجب ان انا يبقى عندي تطوير للري. تطوير الري مش ترع ومسائي فقط ومصارف. تطوير الري، طريقة الري داخل الارض نفسها. ايه المحاصيل اللي انا يمكن اقدر احدث ري فيها واشتغل بالتنقيط، اشتغل بالرش، اشتغل بالبيفوت. والبيفوت هيبقى في الأراضي الصحراوية، في استصلاح الأراضي الصحراوية. كل قطرة مياه ليها مردود، ليها إنتاج، لازم يكون في عائد على الدولة. دي بفلوس كل قطرة مياه. إهدار المياه في هذا التوقيت ضرب من ضروب الجنون، لأن احنا بنتكلم على زيادة الطلب على احتياجاتنا بالنسبة للمياه، زيادة الطلب على المحاصيل الغذائية. بنتكلم على ان كل دول العالم النهاردة بتفكر وبتحسبها اكتر من مرة قبل ما تصدر محصولها، مش هتصدر غير الفائض عن احتياجاتها. فاحنا من باب اولى النهاردة نراجع ايه احتياجاتنا وايه التركيبة المحصولية اللي احنا عايزينها، هي دي اللي هتفيدنا. انا بتكلم لان من سنين طويلة في بعض المحاصيل كان فيها نوع من سوء التسويق، ما بنعرفش نسوقها كويس، يا إما في عدد من المحتكرين بيجي وقت حصاد هذا المحصول يغرق الأسواق بأسعار أقل من المنتج المصري، بخلاف إن الجودة أقل بكتير، فيبتدي المزارع موسم بعد التاني يقول لك أنا ما كسبتش منها مش هزرعها تاني، وبعد كده بيتحكم في السعر. النهاردة أنت عندك
ميزة بسبب جائحة كورونا إنك مفيش فرصة للاستيراد بالكميات اللي احنا كنا بنستوردها قبل جائحة كورونا. فالنهاردة المزارع اللي هيزرع أي منتج هيبيعه بسعر مناسب، هيبيعه بسعر عادل. محاصيل كتير جدا اتظلمت في السنوات الماضية، حصل فعلا، على رأسها محصول الذرة. القطن المصري السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتعامل مع هذا الملف وبيتابعه، ومنحه قبلة الحياة مرة أخرى، لأن إعادة المحالج والمغازل للعمل وتطويرها وتحديثها دي بداية التوسع في زراعة القطن المصري، دي بداية إن القطن المصري اتباع بسعر مناسب، لأنه بقى مطلوب يتصنع فنقدر نسوقه كفلاح بزرعه وأبيعه وآخد فلوس، يبقى عندي هامش ربح. بنستورد بمليارات الدولارات مدخلات الأعلاف وعلى رأسها الذرة. إحنا النهاردة أولى إن إحنا نزرعها من أراضينا، إن أنت تنتجها في الأرض عندك تفيد بيها بلدك وقطاع الثروة الحيوانية، خصوصا إن أنت بتتكلم على إن أنت ليك الأفضلية كمنتج، أنت منتجك بينافس الحبوب على مستوى العالم. عاوزين، وبخاطب السادة المسؤولين، الفلاح بيتعب وبيشقى وما يقدرش ياخد أجازة زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة، ما بيستريحش، هو راحته ومتعته وأعياده وفرحته في أرضه. مطلوب مننا كإعلام إن احنا نوصل رسالته، مطلوب مننا كإعلام إن احنا نوصل له المعلومة الإرشادية كاملة وفي وقتها، لأن المعلومة لازم تكون في وقتها عشان تكون مجدية، عشان يكون لها قيمة. ده دور الإعلام التوعوي التنموي اللي عاوز يبني بلد. وحضراتكم يجب التفاعل السريع مع أي مشكلة قد تقابل الفلاح في حياته اليومية، إذا كانت في الزراعة أو في جميع مناحي الحياة. استقرار الفلاح هو استقرار للدولة المصرية، استدامة الإنتاج هي الحفاظ على استدامة الأمن القومي الغذائي المصري، عدم التفريط في شبر من الأراضي الزراعية أو البناء على الأراضي الزراعية. خط أحمر زي ما بقول للفلاح عايزين نجيب لك حقوقك، بقول له حافظ على أرضك، حافظ على مقدرات الدولة، عليك واجبات وليك حقوق. من أهم الواجبات اللي عليك إن أنت تحافظ على الأرض الزراعية، هي أمانة. أنت تملك الأرض الزراعية، ولكن خير هذه الأرض وإنتاجها ملك لأبناء الدولة المصرية للمصريين. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعية مباشرة. برحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعية مباشرة. الموسم الصيفي موسم غني في محاصيل مختلفة، بنتكلم على إنتاج وفير، بنتكلم على إن الموسم بيكون الصيفي في القطن، في الذرة، في الأرز، بخلاف الخضار والفواكه. عندنا وزارة الزراعة بتقوم بدور مهم جدا، ودايما بقول إن القطاع الإرشادي هو الزراع الطولة لوزارة الزراعة. عاوز تبني قطاع زراعي قوي وإنتاجية مستدامة، يكون عندك إرشاد قوي مستنير. في ناس كتير بتقول لي دور قطاع الإرشاد تراجع، وبرد وبقول لهم قطاع الإرشاد تطور دوره. النهاردة في شكل جديد للإرشاد الزراعي. احنا كان عندنا الأول المرشد الزراعي اللي هو ممكن يجي يدخل الزمام ده ويقعد مع صاحب الأرض يتكلم معاه، يدخل للزمام الآخر ده يوميا. بعد تفتت الحيازات بقى ده صعب جدا، لأن انت مش هتقدر توفر لكل حيازة من دول مرشدين زراعيين، ومش من المعقول ان هيبقى في عمل بشكل منفرد. النهاردة الإرشاد بيشارك في الحملات القومية للإرشاد للمحاصيل الاستراتيجية على مستوى الجمهورية. النهاردة في أيام حقلية ومدارس حقلية، ده كله إرشاد. النهاردة كل المعاهد المختلفة بتشارك بدور إرشادي مع الفلاح علشان توصل له المعلومة في وقتها. وقرارات مصر الزراعية إحدى وسائل الإرشاد لتوصيل المعلومة الزراعية. أنا معايا على الهاتف المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة. كل عام وحضرتك طيب يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ سامح وكل مشاهدينك الكرام بخير وصحة وسعادة. ربنا يكرمك يا دكتور. لو جيت أتكلم على إنتاج الخضر في الموسم الحالي، معالي الوزير السيد القصير اهتم بملف الخضر
وكان في يعني توصيات ببعض المعاملات والتقنيات اللي المفروض توصل للمزارع عشان نزود من انتاجنا ومن جوده المنتج نفسه. بتتعاملوا ازاي مع الفلاح من خلال الاداره المركزيه للبساتين بوزاره الزراعه؟ خليني اخد من مقدمه حضرتك وكلام حضرتك عن قطاع الارشاد كمدخل رئيسي لسؤال حضرتك. ايوه حضرتك، المزارع كان بيحوز خمس افدنه، توفاه الله ورث اولاده فبقى كل ولد عنده فدان، توفاه الله بقى كل ولد عنده ست قراريط، وهكذا من الخمسينات حتى الان حدث تفتت حيازي رهيب. ايوه وحده المساحه في الاراضي القديمه ثابته كما هي، لكن عدد المتعاملين عليها او الحائزين لها ذاته. فبالتالي 1000 فدان اللي كان بيحوزهم من 200 ل 300 مزارع اصبح بيحوزهم من 1500 ل 2000 مزارع. صح. فانا بضطر اتعامل مع عدد اكبر من المزارعين على نفس وحده المساحه اللي بتزرع محاصيل معينه. وبالتالي كان توجه مع الوزير الزراعه الاستاذ السيد القصير مع الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد ان احنا نضع خطه ارشاديه غير تقليديه. أيوة. بمعنى انه لا يخلو منزل الان في جمهوريه مصر العربيه من وجود تلفزيون ودش ونت، لا يخلو من شخص الا ما معاه تليفون محمول، فكان لازم نواكب هذا العصر. من هنا بدا الاهتمام بالنواحي الارشاديه في وسائل التواصل مع المزارع. أيوة. التواصل مع المزارع ليس تواصل مباشرا فقط، ولكن عبر وسائل مختلفه من خلال مجالات الارشاد الزراعي، المجالات الزراعيه، البرامج الارشاديه بقناه مصر الزراعيه، كيف الساده الزملاء الباحثين والقيادات وزاره الزراعه بالتواجد في وسائل الاعلام المصريه المختلفه والقنوات الفضائيه المختلفه لتقديم النصح لاخواننا المزارعين. زائد لدينا 200 مركز ارشاد زراعي منتشرين او اكثر في قرى مصر، كل مركز بيخدم عدد من القرى، بيتم عقد ندوات فيه وعرض افلام تسجيليه حول المحصول حسب التركيب المحصول اللي موجود في كل منطقه او غيرها يعني. أيوة. وبالتالي محاصيل الخضر او محاصيل الفاكهه او الطبيه والعطريه لها ضمن هذه المنظومه خطه ارشاديه خاصه بها. على سبيل المثال للحصر وتاكيدا على ما حضرتك قلته، محصول زي البطاطس في محافظة الدقهلية وصلنا بفضل الإرشاد الزراعي إلى أكثر من 5000 فدان في الأرض القديمة بتروى ري بالتنقيط. حولنا منظومة الري عند المزارع من الري بالغمر الري التقليدي إلى ري بالتنقيط. ده شغل إرشاد. أيوة. دون تدخل يعني لا قرض ولا مشروع مول ولا أي حاجة. دي قناعة المزارع لما نفذنا بعض من النماذج ووجد أنها تقلل التكلفة وبالتالي بتزيد العائد الاقتصادي على المزارع وبالتالي بتزيد الدخل القومي للبلاد من خلال زيادة الانتاجية، فبدأ المزارع ينفذ. مزارع واثنين وعشرة إلى أن وصلنا إلى هذا الرقم من 5000 إلى 6000 فدان تقريبا تحولوا من الري الغمر إلى الري الحديث في الدقالية. لدينا مساحات في مركز قطور محافظة الغربية فاكهة في أراضي قديمة بطروة ري حديث. لدينا مساحات في مناطق اراضي قديمه في الاسماعيليه وفي الشرقيه. كل هذا العمل هو مجهود ارشادي خالص، مجهود ارشادي بحت. الحقيقه احنا يعني عايزين بس نقول لاخواننا المزارعين ان مفاهيم ان المرشد الزراعي يتواجد معاك في الغيط بشكل مستمر وجها لوجه اصبحت المساله غير عمليه، لان اعداد الموظفين وزارة الزراعة لم يحدث فيها تعيينات منذ 95 أو 93 تقريبا يعني، ما لا زاد في ناس بتخرج على المعاش، فأصبح عندي عدد المهندسين المختصين في الإرشاد الزراعي سواء إرشاد بستاني أو إرشاد محاصيل حقلية أو إرشاد إنتاج حيواني أو أي تخصص، العدد قليل. فبالتالي كان لازم نرجع لوسائل الحديثة في الإرشاد الزراعي. الحمد لله إحنا إنتاجياتنا في الخضر إنتاجات متميزة، إنتاجياتنا في كافة المحاصيل من احسن الانتاجات على مستوى. طب لو انا جيت اتكلم على دور الاداره المركزيه للبساتين في الموسم الصيفي، ايه اهم المحاصيل اللي انتم بتتابعوها؟ احنا بنتابع كل المحاصيل الزراعيه سواء في الموسم الصيفي او موسم الشتوي. لا انا عايز اتكلم على الموسم الصيفي يا باشمهندس محمود، علشان هبتدي اعمل مع حضرتك خطه نغطي بيها في خلال الحلقات القادمه هذه المحاصيل. طيب
احنا النهارده في شهر 7 عندنا مرور ميداني على محاصيل زي مشاتل الطماطم لبدايه الزراعه في الطماطم، عندنا مرور على كافه حدائق الفاكهه، مركزين دلوقتي على المانجا عشان احنا في موسم الحصاد، عشان نقول للناس ما يحصلش معاملات بالمبيدات الزراعيه او علاجات لما يسمى بالعفن الهبابي في فتره الحصاد. ايوه، عشان ما يبقاش في اثر متبقي للمبيدات. لدينا خطه عمل خاصه بالموالح، اتمنى حضرتك تزورني بالكاميرا في قناه مصر الزراعيه وننزل ميدانيا وتشوف اللي لدينا خطه للنباتات الطبيه والعطريه، لدينا خطه في تجهيز صوب انتاج الخضر العاديه الغير مكيفه، لدى اخواننا المزارعين بنشتغل معاهم في التجهيزات استعدادا للموسم القادم اللي بيبدا من شهر 9 القادم خلال شهرين او اقل. يعني احنا بنشتغل على كافه المحاصيل سواء صيفي او شتوي. دلوقتي في شهر 7 احنا شغالين على الطماطم، شغالين على تجهيز صوب الانتاج، شغالين على المانجا، شغالين على الموالح، شغالين على الطبيه والعطريه. امتى نكتفي ذاتيا من بذور الطماطم، شتلات الطماطم؟ يعني نقدر ان احنا ننتج فعلا؟ لا، بذره ولا شتله؟ بذور الطماطم. البذره دي اشكاليه كبيره، احنا بنستورد تقاوي بشكل رهيب جدا. الحقيقه الوزاره الحاليه بتدفع فاتوره مشاكل قديمه، زي ما القياده السياسيه بتدفع فاتوره مشاكل قديمه، فكان توجه فخامه الرئيس في الفتره الماضيه الاهتمام بالبحث العلمي لانتاج تقاوي خضر تكفي الاحتياجات المحليه. اعتقد ان الامر ده بتشتغل عليه جهات مهمه جدا في الدوله ضمنها وزاره الزراعه، هذا الملف تحت اشراف ورعايه مباشره لمعالي وزير الزراعه. بدا الشغل في مركز البحوث الزراعيه بتكليفات من معالي الوزير بالتعاون مع الجهات البحثيه ومع جهات اخرى في الدوله لانتاج تقاوي الخضر واهمها بذره الطماطم. أيوه. لكن المساله ليست احنا بنستورد تقريبا بكام بذور طماطم؟ لا، الرقم المادي انا مش عارف. هو رقم كبير يا باشمهندس محمود. رقم كبير، بس انا عشان ما اقولش رقم انا عارف ان هو مش هيبقى متوفر دقيق، لان في لكن احنا في لجنه التقاوي كل اسبوع لا يخلو في العرض علينا في لجنه التقاوي بالاستيراد بذره الطماطم او غيرها من بذور، يعني استورد طماطم وفلفل وخيار، وده امر غير مقبول، غير مقبول ان مصر. ليه احنا تاخرنا في مركز البحوث في انتاج بذور الطماطم؟ تاخرنا ليه؟ لوجود قيادات فاشله سابقا قولا واحدا، مع من غير زعل، لان احنا نجحنا مثلا عند حضرتك المحاصيل الحقليه عندنا اكتفاء ذاتي منها، لان وبنصدر الحقليه تاريخه مشرف. معهد المحاصيل الحقليه تاريخه طول عمره مشرف، لان هذا المعهد رغم ان انا مش بتاع محاصيل حقليه، انا ما بتاع بساتين، وحزيني بقول كده على البساتين، لكن الوقت الحالي الدكتور محمد سلمان بيبذل مجهود رهيب جدا، الدكتور ايمن حموده مدير معهد البساتين بيبذل مجهود خطير جدا، لان خد الضوء الاخضر من معالي وزير الزراعه، لان هم بيصلحوا بيعالجوا الاخطاء السابقه، ما بيصلحوا ما افسد في عهود سابقه. شايف ان احنا قريب ممكن يبقى عندنا بشره خير او بارقه امل بالنسبه لانتاج الخضر؟ في شغل بيحصل على ارض الواقع، شغل على اعلى مستوى يا استاذ سامح، وموجود في المحطات البحثيه، والمعالي الوزير بيتابعه بنفسه، والدكتور محمد سليمان رئيس المركز بيتابعه بنفسه، ومعاه جهات من معهد البحثيين ومعهد الوقايه ومعاهد الاخرى المختصه والاداره المركزيه للفحص واعتماد التقاوي، وان شاء الله خلال يعني يمكن سنه او سنتين على الاكثر هيكون عندنا انتاج ما يقولش يكفي احتياجاتنا، ولكن يغطي جزء كبير من احتياجاتنا ان شاء الله، لان دي بتاخد مجهود وبتاخد سنين طويله، يعني لو حتى بعد سنتين هيبقى انجاز حقيقي، لان انا حضراتكم بتشتغلوا في اكتر من شق، ان انا اصلح ما افسدته السنوات الماضيه، وان انا ابني وانتج في ظل ظروف صعبه، وواجهتنا جائحه كورونا ومرينا بظروف عديده، فبالتوفيق ان شاء الله. وانا عارف ان انتم تقدروا فعلا كعلماء بتحبوا البلد. بشكر حضرتك مهندس محمود عطا رئيس الاداره المركزيه للبساتين بوزاره الزراعه، شكرا جزيلا. هنطلع فاصل سريع هنستكمل بعده ان شاء الله زراعي مباشر.
برحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعية مباشر. أكيد نقدر إن إحنا ننجح ونقدر نزود من إنتاجنا ونقلل من استيرادنا من كل مستلزمات الإنتاج. ممكن نقلل من استيرادنا في مدخلات كتيرة جدا بنستخدمها في الزراعة يوميا. على فكرة إحنا لما بنيجي نتكلم على أسمدة، بنيجي نتكلم على بذور، بنيجي نتكلم على مخصبات، إحنا عندنا علمائنا، إحنا بنشتغل. فاحنا عايزين بس يعني نستفيد من هذه التجربة اللي بيمر بيها العالم، جائحة كورونا، ناخد منها درس. يا حاج رزق. ماشي. يا أهلا بيك حاج رزق. ازيك يا أستاذ؟ أهلا وسهلا، اتفضل. عايز بس أستفسر من حضرتك عن زراعة البسلة. مالها البسلة؟ عايزين نعرف مواعيد زراعتها وعايزين نعرف بنجيب التوابل منين. أنت ما زرعتش بسلة قبل كده؟ لا. خالص؟ لا، والدي اللي كان بيزرعها من زمان بس انا ما حضرتوش. كان بيزرعها في الصيف ولا في الشتاء؟ كان بيزرعها في شهر 9. شهر كام؟ 9. شفت بقى، يعني في الشتاء؟ اه. فنصبر شويه كده ونبتدي نعمل احنا فقره هنا علشان يكون بس قربنا من ميعاد الزراعه. ونقول لك بقى على طريقه الزراعه والمعاملات والري والتسميد، وهي طبعا من المحاصيل المجزيه اقتصاديا للفلاح. انا عندي ارض، عندي ارض مكانت قوي برسيم، سايبها بور عشان ازرع في مشروع كمان اللي كان ان شاء الله. بلاش كلمه طبور دي، يعني ايه؟ احنا يعني معنى حضرتك سيبك تتسمش جاهز. فعينيا الاثنين هتابع لك قبل ميعاد الزراعه بفتره كافيه، هنعمل عنها فقره كويسه ان شاء الله. بشكر حضرتك. في عندنا بعض الاخبار اللي احنا دايما بنتابعها مع حضراتكم. الزراعه، صادرات العنب بتتخطى ال 110 الف طن للاسواق العالميه، ودي خطوه كويسه جدا ان انت في وقت زي ده بتصدر، بيدخل لك نقد اجنبي بتقدر تدعم اقتصادك. يا حاج صابر. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. حاج صالح منين؟ اهلا بيك حاج صالح، اتفضل. ابعد عن التلفزيون بس شويه يا حاج صالح. انا بعيد عنه كده. طيب قول لي بقى عندك ايه؟ عندنا محطه الري بتاع الري السته في محطه، اخر محطه بتاعت برده. مالها؟ سيادتك الوحد اللي فيها المهندسين بتاعين كان حلحل المحطات، حلحل ثلاث وحد من المحطات من المحطه وركلوهم على جنب في المحطه نفسها. علي صوتك شويه، علي صوتك شويه. بقول لك سامح المحطه. ايوه كده كويس. محطة ري السلسلة. ايوه. محطة ري السلسلة. مالها؟ في وحدة منهم تبع وحدة ترعى محطة قرطة. تمام. تبع ري السلسلة. تمام. اسمها محطة قرطة. تمام. اتأكد المكن اللي فيها حلحل ومديرين السيارة حلحلوا ثلاث وحد فيهم ولبحوهم كتف، ودلوقتي قاعدين وحدتين، والوحدتين شغالين ياكلوا في الزيت معانا. ولو المحطات دي الوحد دي باظت احنا كده بالسلامه، كل سنه احنا طيبين. تمام. انت محتاج ايه منهم في الري؟ احنا محتاج نصلح المحطات سيادتك دي، الثلاث وحد العطلانين دي سيادتك مش لاقيين اي عدل فيهم، ولا في المهندسين ولا في التعيين الصيانه ولا في اي حاجه. طيب عينيا. احنا عايزين نصلح المحطات دي، لان دلوقتي معامل قصب لو عطش كده احنا محصولنا انتهى. لا لا ان شاء الله دلوقتي حل، نكلم وكيل وزاره الري. حاضر، بشكرك. وفي حته ثانيه عشان سامح، معلش انا اسف. لا اتفضل، لا اوامر. لا لا اسف ليه، ده دي قناه مصر الزراعيه، ده منبر الفلاح، اتفضل. الله يبارك فيك يا استاذ. احنا عندنا هنا في مع ري برضه سلسله سيادتك، عندنا فرع بالكابل طوله 5 كيلو، سرعه طوله 5 كيلو. ايوه. سيادتك الري مش مسؤول عليها محطه سرعه الفراوي. تمام. دي الري بيقول لك انا مش مسؤول عليها، لا جبنا بحار ولا جبنا تحاليل عليها ولا جبنا اي حاجه ستك، والسرعه مهمله تماما. هي ترعه عموميه ولا خصوصيه؟ ترعه عموميه ولا خصوصيه؟ لا دي ترعه حكوميه، وزرع عليها زرع اكثر من 5 6 3. طب امال ازاي الري مش مسؤول عنها؟ لو عموميه يبقى الري مسؤول عنها. سيادتك دي ترعه عموميه، وهو الري نفسه مركب محطات رفع ميه عليها. ايوه. وبيركزت من الرفيع الحلوه وجبنا ميه مالحه من تحت من المصرف جايه من سرعه النبره فوق. طيب حاضر، بشكرك. استاذ تامر بن سوهاج اتفضل. الاستاذ جابر مع حضرتك يا استاذ سامي. يا حاج جابر انا اسف، اتفضل يا حاج جابر، اهلا بيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اولا انا بتشكر معانيك كتير كتير، وبعدين انا تقدمت بالتشكر، يعني شكرت حضرتك عبر الفيسبوك فانت ما خدتش بالك. يعني انا بعتذر لك عن ايه بتشكرنا ده؟ احنا بنقوم بدورنا. كان عندك مشكله واتحلت؟ بخصوص الاسمده. ايوه، في مركز ايه في سوهاج؟
احنا محافظه سوهاج مركز المراغه قريه الشورانيه. ايوه انت كنت كلمت لي قلت لي ما فيش سمات في الجمعيه. طبعا معاني الوكيل تفضل مشكورا وحضر بنفسه حضر القريه بتاعتنا، احنا جزيره وسط البحر. ايوه فجه معانيه تفضل مشكورا وجه وشاف الجمعيه وشاف الوضع بنفسه. ده السيد وكيل وزاره الزراعه. الدكتور خالد راضي. تمام. الراجل في عز بصراحه في عز الجو مكان درجه الحراره عاليه جدا. بعد كده عرضنا عليه المشاكل اللي بتواجهنا، عرضنا عليه مشاكل الاسمده، عرضنا عليه المشاكل اللي هي بتواجه الجمعيه، الجمعيه طبعا هم كانوا المسؤولين هناك بيستندوا ان الجمعيه ما فيهاش كهرباء، بيستندوا ان احنا مثلا العباره ما بتتعاكس في موضوع الكيماوي، مصاريف الزياده، فالراجل برضو عرضنا عليه المشكله وتفضل مشكورا برضو وحلها لنا. او لسه لغايه دلوقتي ايه؟ قال انا اوجه المشكله دي للسيد محافظ سوهاج. ايوه. هو بنفسه قال كمان هيوصل رسالتكم وشكوتكم للسيد المحافظ. للسيد المحافظ. ايوه. بس ليا رجاء يا استاذ سامح. ايوه. بخصوص المنظومه، يعني احنا بنزرع الشامي، انتوا بتقولوا الدور احنا بنقول الشامي، بنزرع الشامي في نص خمسه، بنزرع بدري. ايوه. ما بيكونش جه الحصر الفعلي. ايوه فالسماد بتاخر عليك. كنا الاول بناخده ايه؟ بناخده جزء والجزء الثاني لما بيوصل الحصر الفعلي. ايوه. احنا طبعا لما تاخر في موضوع الكارت الذكي وتاخر الموضوع ده بقينا نشتري الكيماوي من بره. يعني احنا بص هو موضوع الكارت الذكي عشان كان في اوله، انما ان شاء الله الموضوع هيستقر، فهتلاقي نفسك بتصرف في بدايه الموسم وما عندكش مشكله. وانا بشكر بقى السيد وكيل وزاره الزراعه وزملائي في الاعداد لان هم اللي تواصلوا معاه، وانتم تستحقوا كده، يعني هو ده المفروض يحصل، والمفروض ان يبقى فيه استقرار عشان الفلاح هو المسؤول عن الامن الغذائي القومي. اذا ما كناش نوفر له مستلزمات انتاجه والراجل ده يعيش حياه كريمه، فده هيبقى تاثيره سلبي علينا كلنا. انا اللي بشكرك وربنا يوفقكم ان شاء الله. والله يا دكتور، والله يا دكتور سامح، والله انا مش دكتور، خلي بالك بقى يا استاذ سامح. ايوه كده. ربنا يا استاذ سامح والله بجد بجد، وانا كتبت لك ربنا يجعلها في ميزان حسناتك. امين يا رب. امين. ويجعلك من الرجال اللي ربنا اخصهم في قضاء حوائج الناس. امين يا رب. والله بشكرك على الدعوه الجميله دي، وسامحني انا ما شفتش رسالتك. لا انت رجيت عليا ساعتها، بس انت ما خدش بالك، يعني انا تشكرت لحضرتك كتير، ويا ريت برضه الساده المسؤولين، يعني انا بدل ما استلم من الجمعيه بتاعت الشورانيه ممكن استلمها من جمعيه ثاني. هتتابع بقى مع الساده المحافظ زي ما وكيل الوزراء وعد حضرتك، واحنا هنتابع معاه عشان نعرف وصل لايه. حاضر. بشكرك يا فندم. بشكرك. استاذ محمد من اسماعيليه اتفضل. ايوه استاذ سامح. يا اهلا بيك يا فندم. الله يبارك لك يا استاذ سامح ويطول لنا في عمرك. امين يا رب، ربنا يكرمك. يا استاذ سامح بخصوص الكارد يا استاذ سامح، قدمت عليه ولعند دلوقتي من يوم 3/6 خلصت الورق بتاعي وبعثت الملف وكل حاجه، ولعند دلوقتي عمال يقول لي لسه الموافقه ما جاتش، لسه الموافقه ما جاتش. اللي هو كارد البتلو؟ من 3/6 وعملوا لك المعاينه ولا لا؟ المعاينه معموله من قبل 3/6، انا خلصت الملف بتاعي كله يوم 3/6. طب انا هقول لك على حاجه. اتفضل. انت عارف احنا كام؟ 7 دلوقتي؟ 12. تمام؟ يعني ما بقالكش كتير. سامحني انا عارف انت مستعجل عايز تشتغل وعاوز تشتري حيوانات وعايز الدنيا تشتغل معاك. بس انت ما بقالكش كتير، وانت عارف اللي بيقدموا على قرض البتلو اعدادهم كتير جدا. قريب جدا هتلاقي فيه كشف اتمضى بعدد من اسماء المستفيدين، وان شاء الله تبقى موجود فيه باذن الله. واحنا عايزين حسك معانا بس بالله عليك يا استاذ. هقول لك على الصراحه الموضوع ما فيهوش واسطه. وانا لو قلت لك عينيا وهكلم لك يبقى انا ما بحبش الاسلوب ده. في كشف بيتم مراجعته ومراجعه البيانات، مراجعه الاجراءات كلها، وبيتمضي. محدش يقدر يتدخل فيه خالص. فباذن الله احنا بنساعد الناس في ايه؟ اللي مش عارف يوصل للمسؤول، اللي الورق بتاعه متعطل، انما انت الحمد لله ورقك خلص، هتاخد في دورك، لان احنا ما بنحبش حد ياخد حق حد تاني. فباذن الله قريب جدا هتصرف. بشكرك. طيب بشكر حضرتك يا فندم. معانا مين يا استاذ محمد؟ استاذ محمد من البحيره اتفضل. السلام عليكم استاذ سامح. السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه يا فندم. والله انا كنت اتصلت من 10 15 يوم عشان الكيماوي عندنا في تاي البارود قريه امليط. ايوه.
والاعداد عندك والله مشكورا، اتصل بيا وكلمني الباشمهندس محمد اسماعيل وكيل وزاره الزراعه، والباشمهندس محمد اسماعيل كلمني وقال لي روح لمدير الاداره الزراعيه الدكتور فايز، والحمد لله صرفنا الكيماوي. طب الحمد لله. انا اللي اتصلت بقى قال لي اتصلت على الاعداد وقلت لهم انا عاوز اشكركم على الهواء بان احنا صرفنا الكيماوي. انا اللي بشكرك. وانت تستحق كده، وبشكر المهندس محمد الزواوي وكيل وزاره الزراعه. بس انا ليا طلب كده يا استاذ سامي. اتفضل. انا راجل مزارع زي انت بتقول الفلاح، ومن اول الحلقه وانا متابعه. ايوه. طب انا دلوقتي عندي مواشي الف عشان نبيعها. ايوه. ماشي، يجي التاجر يفطص لي في الحاجه يقول لك هو في السوق، هو انا بناخد وانا عارف هنبيع لمين، تروح تشتري انت بقى من التاجر يقول لك هو انا الاقي بهايم. بقول لك ايه؟ طب انا هنودي فين؟ السوق هينفتح امتى يا دكتور؟ طب انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. هو في حد اشطر منكم في البيع والشراء؟ ماشي، بس ما هو بيجي ده انا لو جيت اشتري هقول لك تعالى يا حاج محمد نقي لي. يا استاذ سامح يا حاج محمد اسمعني بس، انت عارف ان السوق ده، اسمعني بس، السوق ده عرض وطلب، ما حدش يقدر يحكم عليك انت تبيع حاجتك بكام، ولا حد يحكم عليك ده عرض وطلب ولا لا. احنا لما بننزل السوق بنقول على السوق دي محكمه، كلام سليم. المحكمه بيجي واحد واثنين وثلاثه يفصل ويروح ويجي عليك. أيوه. لكن انت قاعد في بيتك بيجي لك ويقعد، وطبعا كلك بقى ايه اتصالات على بعض، هبط الدنيا هبط الدنيا. فالاسعار احنا بنقول السوق هيفتح امتى؟ في اسواق هتنفتح لنا تاني ولا ايه؟ انت بعت لي رساله على صفحه البرنامج؟ لا انا جات لي رساله زي كده ما كنتش فاهمها بصراحه. برضو في مزارع بعت لي كده قال لي ايه اخبار السوق او ايه اخبار الاسواق. السوق احنا كنا بنتمتع واحنا بنبيعه في السوق. ما هو دلوقتي احنا تاجر واثنين وثلاثه وعياد واثنين وثلاثه. الموضوع ايه؟ بص يا حاج، انت بتزعج دلوقتي يا حاج محمد. تاجر يجي يفطط في الحاجه. بص يا حاج محمد، اتفضل حضرتك. جائحه كورونا دي ربنا سبحانه وتعالى بعتها درس للناس. اذا ما كناش احنا نتعلم منها يا جماعه هنفوق امتى؟ يعني الاسواق مقفوله ليه؟ الاسواق مقفوله علشان ما يحصلش تزاحم وعدوى واصابات ووفيات، وقصه هتبقى صعبه جدا. نقوم احنا نشطر على بعض عشان الفلاح قاعد في بيته اروح له. لما نقول له تعالى خد بالكيلو يقول لك لا انا مشتري على وشه. طب يا عم خد على الكيلو، الكيلو ماشي بكده. يقول لك لا انا مشتري يا عم كدهوت على وشه بخت رزق. انا بقول لهم فوقوا بقى بصراحه يعني. وبعدين هو لما يقرص عليك النهارده ويجي لك بعد كده وما يلاقكش عارف تربي ولا، وخلاص انت لو خسرت مش هتربي تاني، ما يهموش بقى. هيشتري من مين يعني؟ هو هيشتري من مين في الوقت الحالي دلوقتي؟ يعني انا حضرتك بنبص تحت رجلينا، بنبص تحت رجلينا يا حاج محمد للاسف. انا من عالف عجول بالغلا والكوا ومانيش عارف نبيع. انت بتبيع كيلو كام دلوقتي؟ احنا بنبيعه بقول لك اهو، الجاموسي ماشي ب 45 والذكر البقر ب 50 والنتايه البقر ب 48. طب خدوا بالكيلو يا جماعه. يقول لك لا احنا بناخده كده وبختنا رزقنا، يا غلبتك يا غلبتني طبعا، وبحش من تحت. مع ان انتم الموسم عيد الاضحى قرب وده موسم ليكو. ايوه ما هو ده موسمني، ما هو ده موسمنا. والتاجر بقى ما انا عشان نعرف ان الدكتور سامح بيضحي نجيبه ما انش عارف نوصل له. لكن لما كنت بننزل السوق كان بينزل الاستاذ سامح ومعاه ثلاثه اربعه يتفرجوا عليه. لو جيت اشتري منك بتبيعه بكام بقى؟ اه؟ لو انا جيت لك هتبيعه بكام؟ على راسي ما فوق حديدك الجاموس ب 45. تمام. ان شاء الله خير. عاوز بقري نتايه بقري ب 48. اهو الناس مسمعه الاسعار اهي علشان برضو يشوفوا الفرق ما بينكم وما بين الجزار قد ايه. يعني انا بسمعهم عشان يعرفوا الفرق قد ايه، الضعف اكتر من الضعف. وانا ليا كمان طلب، انا نفسي في جاموسي ايطالي بلدي ونربيها. جاموسه عشار بقى بلدي؟ ايطالي بلدي. انت عايز الايطالي؟ لا المستورد هتقدم. بص المستورد هتقدم طلب في اداره الانتاج الحيواني عندك وموجود في المحاجر، هتقدر ان انت تعين وتشتري. ولو كنت هتاخد كاش اقرب مكان نروح، انا في ايتاي البارود مفيش اقرب مكان تبعته له تقول روح اقرب مكان كذا. مدير الانتاج الحيواني الاداره الزراعيه قريبه منك؟ قريبه في ايتاي البارود الدكتور باي. هتروح له قول له انا عايز اقدم طلب وهو يقول لك المحاجر مكانها فين. ماشي مش كل سنه وانت طيب، وان شاء الله ربنا يعدي هذه الازمه. والله سامح انا لما بنتكلم معاك انا بنرتاح راحه نفسيه. انا اللي ببسط بيكم. حتى العصر ده انا اهوت، وانا كنت رايح نصلي العصر قلت نتصل بكم ونقوم نصلي لا العصر. لا صلي الاول الصلاه اهم. بشكرك. ماشي ان شاء الله. المهم ماشي، بس شوف لنا السوق هيفتح امتى ونبس ان شاء الله. ازمه كورونا تعدي على خير والدنيا ترجع لطبيعتها. الله اعلم. بشكرك. مين معانا يا استاذ محمد رئيس؟ يا استاذ ممدوح. استاذ ممدوح السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
مع حضرتك ممدوح من محافظه كفر الشيخ. بس اهلا وسهلا احسن ناس. حضرتك بس استنك والله احنا عندنا بالنسبه للمبيدات ما فيش ارقام عن المبيدات طبعا. اتحرك اتحرك بس بالتليفون. المبيدات مالها؟ ما فيش رقابه على المبيدات خالص، والجماعه بتوع المبيدات دول مصريين دم الفلاح خالص يعني. يعني بيطلعوا الزرعه يدوها للفلاح ونصها مصاريف ونصها المصاريف بتوع المبيدات. انا عايز اتكلم في موضوع المبيدات كويس، فاتحرك بالتليفون دلوقتي. يعني ايه ما فيش رقابه؟ انت المفروض بتشتري من مكان ليه ترخيص محطوط في مكان ظاهر جوه المحل بتاعه، بتشتري عبوات ليها اسم وليها شركه مقفوله عليها رقم تشغيل عليها تصريح من وزاره الزراعه. ايوه فده وفي رقابه. يعني انا دوريا بتكلم وباعلن عن ارقام تم ضبط اكتر من مكان مخالف تحريز عبوات. لا في رقابه، بس احنا مستمرين ومصممين ان احنا نعمل الغلط. لا في رقابه، بس انا عندي ناس مصره ان هي تخالف وده مش بيستمر. انت دورك بقى صدقني، انا لما بكلم المسؤول بلزمه وبناقشه ان هو لازم يكون في رقابه. لما بكلم الفلاح علشان انا بتعلم منكم دايما بكلمه على وعيه. انت رايح النهارده تدفع جنيه، لما تدفع الجنيه ده لازم تشتري حاجه كويس. انتوا شطار في الشراء وفي البيع. يا استاذ سامح دلوقتي بالنسبه للاسعار، ايوه ما فيش العبوات مش مكتوب عليها اسعار. فانا دلوقتي مثلا بيقول العبوه دي ب 200 جنيه ب 300 جنيه، انا ما اعرفش سعرها. ايوه سعرها وزاره الزراعه بيكون في سعر مطبوع على العبوات. انا بنادي بكده من سنين، بقول لازم يبقى في سعر موجود على العبوه واضح، مش في المبيدات وفي المخصبات فقط، وكمان في الادويه البيطريه. لان انا لو رحت اشتري ادويه بشريه بلاقي عليها اسعار. ليه الدواء البيطري معلوش سعر؟ يعني انا عايز اعرف ايه السبب. انا بشتري دواء يا جماعه مسعر وفي لجنه تسعير، ليه ما بيتكتبش السعر عليه؟ انا بضم صوتي لصوتك. بشكرك. ما هو قوم بشكر حضرتك. لا يعني يا جماعه دي جزئيه مهمه جدا. الفلاح رايح يشتري ويشتري منتج مر بمراحل كتيره جدا عشان يتاكد ان هو امن، ومن ضمن هذه المراحل لجنه للتسعير. انت بتبيعه بكام؟ طب احنا خلاص اجازنا هذا المنتج وتم تسعيره، فين السعر على العبوه؟ ليه؟ ايه السبب ان هو ما بيتكتبش؟ في كل المنتجات الزراعيه. الفلاح عايز يحس ان هو في ثقه، في امان. عشان كده لما المزارع دايما بيكلمني يقول لي انا رحت الجمعيه وما لقيتش مبيدات، ما لقيتش مخصبات، اصل انا بطمن لحاجه الحكومه. هو عارف ان هو لو جابها من الجمعيه هيبقى هو ده السعر بتاعها، لكن مش واثق ان هو لما بيروح في اي مكان وما عليهاش سعر هو بيبقى عنده شك. حتى لو الراجل ده امين هو عنده شك، هو شاكك فيه. انا بشكر حضراتكم والى اللقاء.